ومن الأردن خلونا نروح لسوريا، حنشوف فيديو عن مبادرة إنسانية جميلة جدا عملها مجموعة من الشباب السوري لإطعام قطط الشوارع. تخيلوا وسط الحرب في شباب سوريين بيدوروا على لقطة إنسانية عشان يتدخلوا فيها. مين المبادرة هي اللي حصلت عشان إطعام القطط؟ هي المبادرة يا جولي حصلت بحلب وتطوع لها عدد كبير من الشباب وطرحوها حتى على صفحاتهم على الفيسبوك، وفعلا تطوع فيها حوالي 1200 شاب حلبي. تعالوا نشوف مع بعض المبادرة ونرجع تاني. عن جد جولي مبادرة كتير حلوة، بتمنى انه حتى تحصل بمصر. انت بتحب القطط معروفة يعني، انا بحبهم من بعيد لبعيد. بشجع كتير هيدي المبادرة، وهيدا دليل اكبر دليل انه الانسانية فعلا ما بتجزى. اكيد الانسانية مش بس للانسان، حتى التعاطف ايضا انه كمان يكون انسانيتنا تظهر حتى باتجاه الحيوانات. اكيد. وانا عن نفسي اكيد يعني لاجل شامو انه بدعم كل هالدي المبادرات لاطعام القطط الشاردة اللي بالشوارع. وبعد ما لفينا الاردن وسوريا نرجع مصر تاني. بكرة 3 نوفمبر ولمدة 4 أيام حيبدأ منتدى شباب العالم.